وليد بالمرة مو شاطر تعرفوا ليش 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 عصوم بالمرة مو شاطر قلكم ليش قولي ليش دايما بلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى ما بيرضى يضبى وبتبقى أغراضه كلها بأرضى دايما بلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى ما بيرضى يضبى وبتبقى أغراضه كلها بأرضى وليد بالمرة مو شاطر عصوم بالمرة مو شاطر حافظ عن نظافة خراب وكل شي الاثنين مغلب ماما على طول الله يعينه الله يعين وليد بالمرة مو شاطر عصوم بالمرة مو شاطر بالغرفة كب الألعاب وما رجع يلمنا بعدين حافظ عن نظافة خراب وكل شي الاثنين